إليزابيث جونز المرشحة لخلافة نايجل فرج في زعامة حزب استقلال بريطانيا ترى أن نتيجة الاستطلاع الذي أظهر ميلاً كبيراً للرأي العام في تأييد منع البرقع والنقاب في الأماكن العمومية حقيقة معروفة، لكن وسائل الإعلام تجاهلتها منذ سنوات باسم الاستقامة السياسية. لدينا مشكل أمني كبير في الوقت الحالي، كما لدينا قضية توازن بين الجنسين بالنظر إلى المظهر العدائي للإسلام السياسي في بلادنا وأيضاً للتمييز بين الجنسين. معظم الناس في بريطانيا يشعرون في العمق بأن ارتداء النقاب والبرقع أمر مجحف ويجب إيقافه. 57% ممن استجوبهم معهد يوغوف يؤيدون منع المرأة المسلمة من ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العمومية، مقابل 25% من الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً الذين يقفون ضد الحظر. وفيما يحذر بعض المراقبين من مغبة المبالغة في قراءة نتيجة الاستطلاع التي نشرتها صحيفة الاندبندنت كونها مرتبطة بالظرف الحالي الذي عرف تصعيداً في الأعمال الإرهابية بأوروبا وتشنجاً أمنياً وتخوفاً من المسلمين، يميل آخرون إلى إلقاء اللوم على تصرف الجاليات المسلمة. لا شك أن هناك درجة من الإسلاموفوبيا، ولكن المسلمين يتحملوا جزء من المسؤولية. كما نعرف أنه ليس هناك دفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ويبدو أن المرأة ما زالت في غلال القيود من القرون الماضية. كثير من الذين عرضنا عليهم نتيجة الاستطلاع استغربوا أن يكون الرأي العام البريطاني على هذا الجانب من المعاداة لارتداء النقاب، وهو الذي وقف قبل أيام فقط للاحتجاج أمام السفارة الفرنسية على حظر زي السباحة المعروف بالبوركيني في عدد من الشواطئ الفرنسية، إلا أنهم سرعان ما ينخرطون في الحجج الأمنية التي تساق عادة لتبرير إمكانية حظر البرقع أو النقاب. ما الأذى الذي يحمله البرقع للناس؟ هل يريدون سلب الناس حرية اختيار ما يرتدون؟ ما الذي يحدث لمجتمعنا؟ نتيجة هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد يوغوف تدفع إلى الاعتقاد بأن خيطاً رفيعاً بات يفصل بين الاستقامة السياسية للرأي العام البريطاني والخروج عن نطاقها في تعامله مع ظاهرتي البرقع والنقاب. الخطوة المقبلة، يقول البعض الآخر، ستكون لا محالة خطوة باتجاه انزلاق جانب من الرأي العام البريطاني باتجاه الإسلاموفوبيا. كمال العلواني، الحرة، لندن.